مالك يا ابني في ايه؟ فهم انا بفكر اشتغل. تشتغل؟ طب مش لما تخلص مدرسة الأول تبقى تشتغل؟ وانا يعني لازم اكون مخلص عشان اشتغل؟ ما خلاص حرفت ضوافري. انا بقى عشان راجل لازم اقص ضوافري. انا ايدي صغيرة، دي قد ايدي. يا سلام. مش بالظبط يعني موتوسيكل، وهتيجي بقى تقابلني بالموتوسيكل. وهنتمشى زي على الكوبري ان شاء الله. خلاص بقى ما تزعليش لما اتاخر عليكي شويه يعني. خلاص مش هسكت. قولوا ايه يا واد يا حالي؟ قعدت اقرا لها الترجمه بتاعت الفيلم كل كلمه كلمه. انا مش فاهم ايه جايتها في الفرجه على الافلام الاجنبي دي. هما اتنين امراه. يا سلام هنلبس بقى. هنلبس. فاكر يعني البلوفر السماوي بتاعك؟ ماله؟ تعالى بيه المره الجايه. يا بنتي احنا في الصيف، عايزين نلبس صوف في عز الصيف. شكلك بيبقى فيه حلو قوي يعني. وقف العربية هنا. انت يا بت مين الواد اللي معاك ده؟ مين الواد اللي معاك ده يا بت؟ انت مين يا عم انت؟ اوعى انت مالكش دعوة. مين الواد ده يا بت؟ ايوه ده مين يا حاج؟ انا يا حاج بنتك فين؟ اهلا يا عمي. ازاي عمك؟ في ايه يا هندرس؟ ايه اللي حصل؟ انت بتمشي على الكوبري مع واد صايع عمال يفحص في ايديها. انت بتستغفليني يا بنت الكلب؟ والله ما حصل، والله يا كنت عند اختي. ايوه يا خلف، وانا مكلمها هناك وانت كنت سامع. ايوه انت اكيد اتلخبطت. ايوه كانت عند اختها. انتوا هتجننوني؟ بقول لك شايفه بعينيا دول وانكرت البنت البجحه دي. انت قولي كنت مع مين؟ ما حصلش يا ماما، والله ما حصل. اكيد شايف حد شبهي. كل الحجر ده يطلع منك انت. ايه يا بنت؟ حرام عليكوا بقى، كفايه كده. خلاص انت دلوقتي يا ماما ده كدب، انت جاي تفتري عليا. انا كداب يا بنتي؟ قلت لك كفايه كفايه. قول عليا كداب. كفايه انت صوتها قوي. احلفي على المصحف. ايوه تحلف على المصحف. يعميكي لو كدابه. والمصحف الشريف ده على عينيا، والمصحف الشريف ده على عينيا، ما كنت على الكوبري. بتحلفي على المصحف كدب يا كفره؟ ربنا هيعميكي، ربنا هيعميكي. ما خلاص بقى، ما حلفت على المصحف، عاوز ايه بعد كده؟ يعني انا كداب والبيت دي اللي سادة؟ وحياة المصحف الشريف على عينيا، البيت دي كانت ماشية على الكوبري، انا قلت وخلصت ضميري، والبيت ده ما عندش دخل تاني. أنا ما غلطتش، والنبي بتعاميني، والنبي بتعاميني، والنبي بتعاميني. يا بنتي قومي، الاوضه كمكمت. انا مش فاهمه ايه الحبسه اللي انتي حبسها لروحك دي. يا بنتي حرام عليكي تهوي شويه. طب حتى قومي البسي وروحي عند اختك. انا مش فاهمه ايه اللي قلب حالك اليومين دول. مفيش حاجه، مش عايزه اخرج. انتي حره، انا غلبت فيكي.
100 مره اقول له بطل خناق مع الجيران. اجي معاك تيجي معايا فين؟ هو انا رايح فرح؟ انا رايح مصيبه. ايه بابا في ايه؟ عمك اتخانق مع جاره، خش هاتلي الفلوس اللي جوه. حاضر. قام خبطوا خبطه جامده قوي على دماغه، ما حطش منطق، نقلوه على المستشفى. يستاهل، ده راجل مفتري، كفايه اللي عمله، افترى على بنتي وحلف على المصحف كذب. ربنا ما بيسيبش حق حد. كفايه، ربنا يسامحه اذا اتأخرت ما تتغضيش. يا خلل، عايشه معاكم على الحال ده بقالي 20 سنه، ده انا جالي الضغط.